طور الباحة لم تعد أسواقها حافلة بالانتعاش كما كانت سابقا، إلا ما ندر من المتسوقين. هذه سوق الماشية هنا في مركز المديرية بمحافظة لحج تنشط قليلا في ظل مناسبة عيد الأضحى. لم يعد لسوقها الشهيرة المسماة بسوق السبت حضورا لدى المواطنين كما كانت تمثل مزارا للكثيرين من سكان المناطق المجاورة نظرا لأهميتها المحورية، فهي تتوسط مناطق عدة من مديريات محافظتي لحج وتعز. تنزوش المديرية نتيجة الأوضاع المحيطة في المديرية، سواء من اتجاه حيفا انقطاع الخطوط وعزوف الطلاب عن النزول نتيجة عدم تمكن السيارات من العبور في خطوط حيفا المخاليس، إضافة إلى بعض الأوضاع الأمنية الموجودة في المديرية ونزول الحوثيين وانقطاع خط التربة. الكساد الاقتصادي ضرب أسواق طور الباحة كغيرها، إذ تشهد السوق تدنيا وتراجعا ملحوظا لأسباب عديدة كالظروف الأمنية السيئة التي تمر بها المنطقة منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى البطالة المنتشرة وتسريح العديد من العمال من وظائفهم. أما توحش الغلاء المعيشي فذلك ما يضاعف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب. هذه الحالة التي تعيشها أسواق طور الباحة قد لا تكون الوحيدة هنا بمحافظة لحج، بل تشهد العديد من الأسواق في المديريات الأخرى بالمحافظة كسادا وتراجعا اقتصاديا كبيرا، وإن اختلفت أماكنها فأسبابها واحدة.